هذا دليل على أنه مهاجم رائع. نتمنى الموفقية للجميع إن شاء الله. زين. صراحة شوف أنت على طار المهاجمين، يعني صار أربع لعبات ما عندي غير مهاجم واحد. بس عجب. واحد. عجب. أنت ارجع رزاق، أنت ارجع العب. تمرن؟ والله نقدر. يرادلك ترجع، لازم تجيب جاسم سوادي الله يرحمه وكرم عماني وين. طيب شو الان قلب هسه؟ شنو اللي اختلف ما دام تحدثت وفتحت الموضوع؟ ما الذي اختلف؟ شوف انا اشوف اللي اختلف انه ثقافه اللاعب اختلفت. يعني قبل كل واحد يعرف واجباته، يعني الان الكل تريد تبرز على مصلحه فريقها، على صح. مصلحه خلينا نقول بقيه اللاعبين، التيم يعني انت 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 من تخلي مصلحه النادي فوق مصلحتك راح تلقى الفريق كله الافضل، يعني خلينا نقول او بوضع زين. لكن من تدور بس مصلحتك انت وتريد تسجل وذاك يريد يسجل وذاك بس هو يريد يسجل، راح تلقى الفريق بوادي واللاعبين بوادي ثاني. هاي مشكلتنا هنا. شوف هسه اللاعب العراقي الموجود الان كل واحد يدور بس مصلحته، مع احترامات لهم جميعا، يعني اكو لا يعني خلينا نقول الاغلبيه زين، لكن هذا ينعكس دائما على طبعا. هذه ملاحظه طبعا كابتن الرزاق، يعني سبب من اسباب ظهور اللاعب امجد راضي هو الكابتن الرزاق فرحان في اخر موسم له مع القوه الجويه. حتى حمادي وحتى بالضبط. حتى يونس شلون احكي لنا حلوه خوش اخبار طبعا. شوف انا الصراحه اللي تعلمته من اكرم عمانويل هو اللي ساعدني انه اكون خير عون الاكرا العفو الامجد راضي والحمادي وايضا يونس محمود، خصوصا بالاحتراف وايضا بدايته بالمنتخب الوطني. انا اكرم عمانويل كان يقول لي بس 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 ابغاك تتحرك، بس اشوفك انت ايش اسمه يعطيني اياها ملبلبه على قولت ايش اسمه. فهو اللي ساعدني انا من رجعت. شوف هو كل شيء طبعا هي ثقافه. فمن رجعت ولقيت اللاعبين متواجدين بعتهم شباب، نفس الشيء انا امجد فتره من الفترات كنت اراوغ الحارس وانتظره هو يقولها لانه كان يريد حتى يحقق الهداف. لا مو بهذا السؤال، مو هذه ملاحظه جدا مهمه كابتن الرزاق. من جيل يسلم الجيل ويخليه على السكة الصحيحة. ما بعد يونس محمود منتخبنا الوطني عانى، يلا صار عندنا مهاجم. فالمشكلة وين؟ المشكلة مو بال يعني مو بالمدربين او شو اسمه. قلت لك كثير من الامور انه اللاعب العراقي يحب بس مصلحته، بالاضافة الى ذلك ثقافته محدودة. يعني لو مثلا اللاعبين هذا الجيل مثلا نقول ثقافتهم عالية، كان قدروا يوصلون إلى أبعد المساحات، خصوصا بهذا الوضع اللي أغلب اللاعبين الآن اللي يقدر يلعب زين يقدر يوصل لأوروبا.